أعزائي الطلبة أرحب بكم ونكمل ما تبقى. أهم وظائف العبادة: واحد، تبصير الإنسان بموقعه من الوجود، فهي التي تريه موقعه بأنه جزء من الكون والوجود، وأنه مخلوق وخاضع لآمر حقيقي أعلى ومرتبط ارتباطا دائما ومفتقر افتقارا مستمرا لغني عن الوجود ولقائم بنفسه وذاته. وإذا أدرك الإنسان حقيقة ذاته عرف مسؤولياته وأدى دوره الحضاري على الوجه الأكمل. إذن من أهم وظائف العبادة: تبصير الإنسان بموقعه من الوجود. 2، تغذية الروح والقلب، لأن الإنسان مكون من جسد وعقل وروح، وتغذية الجسد والعقل تنتج الإنسان القوي المفكر، ولكنه قد يوظف قوته للشر والطغيان. فكان لابد للإنسان الحضاري المتوازن من غذاء للروح أيضا لتوجيه قوة الجسد والعقل إلى البناء الحضاري الخير. ثالثا، تقوية الإرادة والصبر والثبات، فهي التي تمنح الإنسان قوة في مواجهة مصاعب الحياة. ولا تخفى على أحد أن المحن والعقبات واقع لا بد أن يعترض طريق بناء أي حضارة، والمجتمع الأقدر على الثبات والتضحية هو الأقدر على بناء حضارته. ثالثا، الأخلاق الفاضلة، الخلق صفة في النفس الإنسانية فطرية أو مكتسبة، ذات أثر في السلوك سواء كانت محمودة أو مذمومة. والإسلام يدعو إلى الأخلاق المحمودة وينهى عن مذمومها، ويجعل الإنسان هو المسؤول عن تربية نفسه وتوجيهها فيما يرضي الله. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمثلا، الصدق خلق إنساني وقيمة حضارية يهدي إلى البر، يترتب عليه سلوك إيجابي متحضر على مستوى الفرد والمجتمع، بخلاف الكذب فهو خلق مذموم وغير حضاري، لأنه يؤدي إلى الفجور والفساد ويشكل سلوكيات سلبية مختلفة مدمرة تسيء إلى الفرد والمجتمع. منزلة الأخلاق في الإسلام. ما هي منزلة الأخلاق في الإسلام؟ بوأ الإسلام الأخلاق منزلة عظيمة تتمثل فيما يلي: واحد، عد الإسلام الأخلاق حجر الزاوية في بناء الحضارة الإنسانية. إذن الأخلاق هي الأساس، أساس انطلاق أي شيء. 2، جعل الإسلام الأخلاق من أهداف الدعوة الإسلامية الرئيسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 3، أصبحت الأخلاق الثمرة الصحيحة للعباد في الإسلام، فإذا لم تؤد العبادة الثمرة المرجوة منها فقدت الحكمة من تشريعها وكثيرا من سوادها. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. 4، جعل الإسلام الأخلاق دليلا على إيمان المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تطبيق الأخلاق في مجالات الحياة. في مجال الفرد، ربى الإسلام الفرد على أنه هو وما فيه من مواهب وإمكانيات ملك لله، وأن الإنسان مسؤول عما يفعل ومسؤول عن هذه القدرات وتوجيهها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا تطبيق الأخلاق في مجال الحياة، مجال الفرد ومجال الأسرة.
تناول الإسلام الأسرة بالتوجيه الخلقي الكريم، فحدد واجبات كل من أعضاء الأسرة ونظم علاقتهم ببعضهم ببعض، فقوة الأسرة قوة للمجتمع. في مجال المجتمع، تطبيق الأخلاق في مجال المجتمع، عد الإسلام جميع أفراد المجتمع أخوة، وبين ما يترتب على حق الأخوة من أخلاق، ومنها معاملة أخيك كما تحب. إنسان يجب أن يعامل أخيه المسلم كما يحب أن يعامله، كما تحب أن تعامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 2، عدم إهانة الآخرين أو إيذائهم. 3، حسن القول مع الناس. 4، ضرورة الاستئذان قبل الدخول إلى البيوت لئلا يسبب حرجا لأهلها. هذا نوع من أنواع الأخلاق. 4، العلم. علل حظ الإسلام على طلب العلم. نقول: ليتعرفوا الخالق وليتمكنوا من الإسهام في عمارة الكون وبناء الحضارة. هل فصل سؤال هل فصل الإسلام بين علوم الدين وعلوم الدنيا؟ لا، بل كانت دعوته إلى العلم عامة، ويظهر ذلك في إطلاق لفظ العلم والعلماء. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما حكم طلب العلم؟ العلم بأساسيات الدين فرض عين، أي واجب على الجميع، وتعلم العلوم التجريبية والتطبيقية فرض كفاية، أي إذا قام بها بعض الناس سقط الاسم عن البقية. الأنشطة التعلمية والتقويمية، علل ما يأتي. جعل الإسلام التفكير والتأمل طريقا للوصول إلى الإيمان. لماذا؟ نقول: تقديرا للعقل الذي كرم الله به الإنسان. 2، الإيمان باليوم الآخر ضرورة يقتضيها التفكير السليم. نقول: لأن فيه تتحقق العدالة المطلقة ويعطى كل ذي حق حقه. سؤال: العبادة لها أثر في بناء الحضارة. نقول: لأنها تقوم بتبصير الإنسان بموقعه من الوجود، وتغذية الروح والقلب، وتقوية الإرادة والصبر والثبات. إن ابحث عن دليل من القرآن وآخر من السنة النبوية يبينان قيمة العلم في الإسلام. من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. من السنة النبوية: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وحديث أيضا: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. 3، اكتب باختصار حول كل مما يأتي. أثر العبادة في تربية الإرادة، إنها تمنح الإنسان القوة في مواجهة مصاعب الحياة. إذن أثر العبادة في تربية الإرادة، إنها تمنح الإنسان القوة في مواجهة مصاعب الحياة، وهي كثر جدا. 2، موقف الإسلام من العلم. ما هو موقف الإسلام من العلم؟ جعل الإسلام العلم بأساسيات الدين فريضة عينية، والعلوم التجريبية والتطبيقية فريضة كفائية، وربط بين العلم والعمل والحياة. ما هي علاقة الإيمان الصادق بالإبداع الحضاري؟ إن إيمان المسلم بأن كل ما يجري في الكون إنما هو بعلم الله، وأنه لا يحدث شيء إلا بأمره، يدفعه إلى التوكل على الله والتسليم له، وهذا دافع قوي للعمل والإنتاج، وهو ما تقوم عليه كل الحضارات. أعزائي الطلبة، إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.